موضوع فساد عقود الطعام المخصص لإطعام منتسبي الجيش والشرطة في العراق، حيث تحدث منتسب أمني عن استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم كبدل إطعام لهم، لكن المفاجأة كانت أن الطعام شبه تالف وغير جيد. فلنشاهد. اخوان السلام عليكم، اخواننا الشرطة الدفاع والداخلية بشرفكم. قصعة قصك 100,000 والساعة بالخمسة يجيبون لك الأرزاق. شوف الأرزاق، شوف الأرزاق عيني لها، شوف شرفك هذا التمن حشا نعمة الله، يذبل للحيوان ما ياكله، ريحة العفونية ما تتكتل، وحاط لك دجاجة يا قدات هي تقول ما تكتوك، وصمونة وعصير بربع دينار، والتكتلك القوية المفاجئة القوية. شوف الشاي كفيكم الله هذا بالأرزاق، وقصك بالشهر 90,000، والأكبر من عتها شوف المرقة، ثق بالله لا ذابين من عتها ولا مطلعين من عتها ولا يعني شو أقول لك، يعني شوف المرقة، شوفها عيني لها عيني لها مرقة بوتيتة العزيز، وقصك 90,000. عمي ما أريد هي، ما أريدها قوة قوة، ما أريد عمي كل هالبصل تقول ما اريد هي. شوفها شرفك، شوف التمن، شوف التمن عايله عايله بشرفك، او شوف الدجاجه حاطها لك، الدم مالها كله طالع، وصمونه وعصير، وفرحان الساعه بالخمسه مودي لك غدا. صلوات على محمد وال محمد. وين لقيتوها عمو هاي؟